أبلش بالشابتر الأول من النيوتريشن through our life cycle. راح أبدأ أول شيء بالنيوتريشن التعريف. إنزين يقول لي هو the study of how foods, ثانياً the nutrients and other food constituents affect health. يعني يقول إن أنا أدرس ثلاثة أشياء. أول شيء الأكل, ثانياً المواد المغذية تطلعني من إيش؟ من تحليل أو معرفة مكونات الأكل food constituents. إنزين بشوف هي شلون تأثر في الصحة. يعني لو قلنا شيء فيه فاتس راح أقول إنه هو راح أثر على بدني إذا كان بالنسبة طبيعية كذا إذا كان excessive وإذا كان under. هنا أقول لي إن nutrition interdisciplinary science, يعني داخل لي بكل شيء. يعني لما أقول chemistry أنا شيء الكيمياء, أنا أقدر أحلل جزيئات الأكل. إذا قلت بيولوجي راح أحل الهرمونات وأجزاء جسمي وش الأشياء اللي فيها. أشوف الحياة يعني أي ساينس أي علم التغذية داخل فيه. طيب لما أجي أقول تغذية, زين هو مركز لي على أشياء, مركز لي على المبادئ, أنا وش الشيء اللي ينصح فيه الشيء اللي ما ينصح فيه الشيء اللي عادي إيكولي. زين ثانيا يقول النيوترينتس constituents of food, ان المواد المغذية ومكوناتها, الهيلثي دايت باترنز, انماط الدايت الصحية. زين ان والله لازم ان هو شيء يقصد ان انا راح يصير في عندي equal او recommended quantity of each nutrients, فهذا لما أتبع هالشيء يعتبر حلث دايتري باترنز. نيوتريشنال أسسمنت اللي هو التقييم الغذائي, البابليك فود أند نيوتريشن بروجرامز, البرامج اللي تقصد لي الغذاء والتغذية العامة, الناشن وايد بريورتس فور بروفينج ذا بابليكس نيوتريشنال هيلث, أن يكون في عندي في كل مدينة متخصص غذائي أخصائي راح يقيم لي كل الأكل أساس يعطيني صورة صحيحة أو صورة عامة أن أكلهم صحي. في عندي برسمز واجد, فأنا بس راح أخذهم مع التفصيل بعدين. هنا قال برسمز 1 أن الفود is a basic need of a humans, أن كل شخص من أبسط حق له أنه هو يكون عنده الأكل اللي يكفي adequate food. فمن هنا طلع لي مصطلحان food security و food insecurity. زين واحد الفود security يقول لي access at all time to sufficient supply of safe nutrition والnutritious food. يقول لي إن أنا أعطي إن أنا أعطي هالمجتمع الفود اللي يحتاجه, إن أنا أعطي صلاحية يكون في عنده هالفود طول الوقت اللي هو يبي, يعني يكون في عندي أكل صحي. على عكسها الفود insecurity إن أنا ما أعطي أكسس حق كل الفود, أعطي أكسس حق some food rather than another specific food. يعني أقول في عندي منطقة توفر لي الأكل unhealthy أكثر من الأكل الهيلثي, أو إذا توفرهم اثنينهم لكن المناسب الأكثر الشعب unhealthy, هذا معنى. طيب يقول لي about 14.3% من المتشردين في أمريكا ما عندهم food insecure, يعني في أكل عندهم متوفر وثاني لا. طيب بالنسبة الثاني شو يقول لي, إن الفود provide energy يعطيني الطاقة, إنزين ويمتني بالnutrients ويعطيني كل شيء أحتاجه
أساس يكون في عندي well being ويكون في نمو بشكل طبيعي. في مصطلحين يقول لي الانرجي لا اسم ثاني اسمه كالوريز. شو الكالوريز؟ هو measurement of the amount of energy transferred from food to the body. يعني في عندي energy متحول، يعني هو كان food صار لي energy، وين راح؟ للجسم. The nutrients هي وشو؟ هي chemical substance in food that used by the body. شو البرنسبة الثالث؟ يقول لي ان الhealth problems related to nutrition originated within cells. يعني اي مشاكل تكون لي بسبب التغذية، مشاكل صحية انزين، راح تكون لي داخل الجسم بشكل ادق، داخل خلايا الجسم. انزين في عندي اللي هي الوظائف حق المواد المغذية في الخلايا. يقول لي وشو؟ ان في عندي ان الخلايا تكون لي اقدر استخدمها واستفيد من وظائفها لما يكون في عندي تنظيم من ناحيتين، من ناحية النيوتريشنال والانفايرومنتال، العناصر هذه. انزين تكون لي داخل وحول الخلية، within and around cells. انزين وش النيوتريشنال فانكشنز لما تكون لي نورمال؟ انا لما اقول نورمال نيوتريانس فانكشن at the cellular level states of optimal cellular nutrients conditions support homeostasis. ان تكون لي حالة من ان تكون لي المواد المغذية، زين المواد المغذية تكون لي بشكل متكامل. بس زين هنا يقول لي الرابع البور nutrition can result from both inadequate and excessive level of nutrient intake. يعني لما يكون في عندي prolonged inadequate intake، لما يكون أنا ما أتغذى زي الناس من under nutrition الوقت طويل، راح يعطيني deficiency diseases. انزين وعكس ذلك لما يكون في عندي too much، انزين ان يكون في عندي overdoses of nutrients راح يعطيني change in nutrient functions في الخلايا او في جسمي. طيب لما هنا قايل لي obvious deficiency diseases، طيب هنا يقول لي ان لما يكون في عندي deficiency راح تكون لي multiple، يعني في اكثر من مغذي واحد. يعني لنقول ان انا فقط مانعة ان انا ما اكل، فرضا لنقول الحليب، الحليب فيه fats وفيه iron، فانا الاثنين راح يصير في عندي نقص منهم. طيب اللي يقول الديفيشنسي اللي يكون لي مالتيبل راح اسميه بمصطلح اسمه ريبل افكت، تاثير مضاعف. فراح يصير في عندي فشلون راح اعالجه؟ ان انا اسوي دايتري تشينز بان انا اخذ النيوترينس اللي ناقصني، يعني لنقول ان انا ما اشرب حليب، فانا اعوضه بان انا اخذ ايرون اذا كان ناقص، يعني ان انا اخذ الحديد. فعشان كذي راح يصير في امبروف الانتيك اوف نيوترينس الحديد، زين افكت انتيك ليفل اوف اذر نيوترينس. يعني لما اموش انا قلت عندي ايرون وفاتس، خلاص انا خفت عن خفت الايرون سابلمنتس، زين فراح يصير راح ياثر على الفات
بحيث انه خلاص انه راح يتنظم عندي الاثنين. انزين الخامس يقول لي ان human have adaptive mechanism for managing fluctuations in food intake. ان الجسم الانسان عنده آليات كافية اساس قلب الطعام داخل جسمي انا ينظم هالشيء. انزين فراح يساعدني في ثلاثة اشياء. راح يسوي لي ريليشن حق الابتايت ان الشهية. انزين وريجوليشن للابزوربشن لامتصاص النيوترينتس والنيوترينتس اف ستورج ان يخزنهم لي في شيء اسمه ايرون مخازن حق الحديد. فهنا راح يسوي لهم ستورج في هالمخازن. طيب البرنسبل ساس يقول لي عند المال نيوتريشن كان ريزلت فروم يعني ان السبب يكون يا بور دايت او من ان يكون في عندي مرض او يكون السبب جينية ان عوامل جينية تكون ما فيني منهم ان انا صرت ان مضاعفات من واحد منهم. يعني انا ما فيني بشكل كامل ديزيز ستيت لان مريضة كاملة مو مريضة كاملة. انزين لكن انا متأثرة منه في عندي combinations. فعندي شيئين عندي primary. انزين ان يكون لي من الاشياء الاساسية يعني primary malnutrition ان انا عندي نقص يا اما في الفات ولا في الكربوهيدراتس او اقدر اختصرها اقول المايكرونيوترينتس والماكرونيوترينتس من هالشيئين ان انا السبب ان انا مو ماخذ كفايتي من الفود. زين السكندري انزين اللي هو يكون لي ثانوي. انزين فيكون لي سببه وشو من الديزيز ستيت او الجراحات او الادويه. انزين السابع يقول لي ان some group of people are higher risk to becoming adequately nourished than others. ان في عندي بعض الفئات راح تكون لي ان عندها نسبة خطر ان هي يصير فيها هالنقص الغذائي غير يعني غير الناس العادية. يعني فرضا لو باجي شخص عادي ما راح يجي له شيء يعني عادي انه ممكن يجي له نقص تغذية لكن ما عنده احتمالية كبيرة. بس من هال الجروبز اللي يكون في عندهم هالفرصة الكبيرة pregnant then breastfeeding women والانفنت والchildren والpeople who are ill والfrail elderly persons ان الحوامل والمرضعات والرضع مش الاطفال الرضع اللي يكون من يصير توا مولود الى حول السنة قريب منهم الشدر من السنة لفوق والمريضين زين او والادرلي برسنز. هنا الثامن يقول لي poor nutrition can influence the development of certain chronic diseases. انزين عندي poor nutrition لنقول ان في عندي الايرون او ان الكالسيوم ان البعض يكون ان الكبار بالسن صار في عندهم هشاشة عظام. من هنا جايب لي مثل الدايبيتس اللي هو يتضرر من السكر اوف كالسيوم اكسسيف اماونت اوف شوجر نفس المبدا مع الهايبرتنشن لكن اكسسيف سولتس والهاي كوليسترول نفس المبدا لكن مع الفاتس أن يأخذ لي excessive amount of fats and that's it. نكمل
يقول لي هنا التاسع لما يتوفر لي ثلاثة عناصر راح يكون في عند في عندي healthy dietary patterns adequacy variation والبالانس. لما يكون في عندي كفاية تنوع توازن راح يصير في عندي healthy dietary patterns وراح يكون في عندي energy زين ونيوتريستنسي راح يكون في عندي كثافة تغذية. أنا الزبدة أنا يكون عندي شو اسمه كل شيء صح تجاهل اللي تحت أو تراهم بس زين. البرنسبل العاشر شو يقول لي إنه ما في عندي شيء اسمه good or bad food زين. ليش؟ لأن كل الفود all foods can fit into a healthy full diet as long as إن كل الفود أحتاجه زين أساس يكون في عندي نظام غذائي صحي زين. بس متى أقول هالشيء؟ لما أنا أعطي احتياج اليومي. يعني أنا ما أقول إن الفاتس أبدا مش صحي لكن أخذه بنسبة صحيحة. يعني ما أتعدى 10% فرضا 15% ما أتعداها فرضا. فهذا احتياج اليومي منها إنزين. الكالوريز وأحسب الكالوريز انتيك حساس أسوي منتين للهيلثي بادي ويت. يعني فرضا أنا أخذت البي إم آي هو في 100 في نعم بس أخذ الوزن وخلاص. بس إنه في عندي ميزان يطلع لي الوزن وزن الفاتس الموجود في وزني. يعني لنقل أن شخص وزن 60 إنزين هالستين هي بس 60 بادي ويت لا أن في عندي منها نسبة دهون في أشياء كثيرة تطلع منها. فأنا كل هالأشياء اللي أحسبها أساس أعطي healthy body weight. طيب في عندي نوعين من النيوترينز عندي essential وعندي non-essential. طيب ليش قلت essential؟ essential لأن الجسم ما يقدر يكونه أو ما يقدر يسوي ما يقدر يصنعه. فأنا أحتاجه أساس أحتاجه بكميات حساس إنه في جسمي. فرضاً كربوهيدرات، أمينو أسيد، فاتي أسيد، فيتامينز، مينرالز، ووتر. كل هالأشياء ما يسويها جسمي. الأمينو أسيد جري من البروتين. البروتين أنا راح أصنع على راح أخذه من اللحم فرضاً. الفاتي أسيد راح أخذه من شيء في فات. لنقول نفس الشيء من اللحوم. ان الدهون اللي تطلع منها انا استفيد منها. الفيتامينز والمينرالز ما اقدر اخذهم من جسمي ان جسمي ما راح يصنعهم. فانا احتاج ان انا اخذ سبلمنتس او اخذ هالشيء من الفود. ان الاسنشال هو يكون اللي موجود في الفود انزين ويستخدم للجسم بس انه مو مهم للدايت. انه اوكي عاد اقدر استغني عنه او اقدر اخففه الا هو الكوليسترول كرياتين والجلوكوز كلهم ان احتاجهم بس ما احتاجهم تو ماتش ما احتاجهم ابلاج امام. طيب عندي الاشياء اللي تاثر لي في الاسنشال نيوترينز. يعني انا راح اخذهم كبلوكه واحده مو كل جسم يحتاج كذيلا. انا لازم اخذ بالحسبان العمر البادي سايز اللي هو ايدس انه هو الوزن انزين الجندر الجينيتيك تريتس اللي هو العوامل الجينية الجروث الالنس الفيزيكال اكتيفيتي الميديكيشن يوز البيغنسي والاكشن انزين. انا لازم اخذ انه لان انا في عندي فود اوكي يصلح حق كل الفئات بس انه يصلح حق فئات بهل اكثر من فئات ثانية. يعني نقل فات
إنه يحتاجونها اللي من الصغار أو متوسطين العمر أكثر من الألدرلي، لنقل فرضا وما إلى ذلك. إنزين، وش أنا قاعد ذكرت قبل إن focus on public food and nutrition programs. شو سو هنا جالس أفصل هذي. إنزين، قال لي إنه في عندي هو يعتبر لي variety of federal, state and local programs. أنا هو في عندي تنوع من الفيدرال اللي هو الفيدرالية اللي هو مسؤولين عن مراقبة الحلال كذي، واللوكال بروجرامز أن اللي تكون في المدينة نفسها. أن أنا أقول أن أنا عندي شركة غذاء زين هنا موجودة عندي بس في هالمنطقة، في منطقتي أنا سبيشال سابلمنتال نيوتريشن بروجرامز حق الومن والإنفنت والشيلدرن. انزين هنا عندي هم تعتبر لي نيشن وايد بريوتس عشان وشو؟ عشان سوي لي تطوير حق الصحة العامة، الصحة العامة الناس كلها يعني. مثال عليها البابليك هيلث انتيتيز، مبادرة البابليك هيلث ان 2020 سوى مبادرة اسمها healthy people 2020، ان الشخص يكون شخص صحي في سنة الكورونا يعني. طيب خلصنا.